السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم مع فيديو جديد، غادي نحضر معكم ان شاء الله حلوى اللي كتجي رائعه ولذيذه بزاف. ان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم، خصوصا في المناسبات واعياد الميلاد. وهذه الحلوه اللي عندها ميزه خاصه اللي غادي نحضرها ان شاء الله على حساب عيد ميلاد الاخت ديالي ان شاء الله العقبال 100 عام، والله يخلي لكم كل ما عزيز عليكم. كما قلت لكم، هذه الحلوه غادي نشاركها معكم بجميع التفاصيل ديالها. كنتمنى ان شاء الله تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير بكل التفاصيل ديالو. خليكم على الفيديو. الكيك ديالنا او الحلوى ديالنا كما كتشوفوا هما هادو. اول حاجه غادي نحتاجوها هي الجبن. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا الجبن 190 غرام. بالنسبه للجبن اهم حاجه اللي ناكد لكم عليها هي يكون لايت، ما يكون فيه لا ملحة لا حتى شي حاجة، يكون طبيعي 100%. عندي هنايا القشدة الطرية، عندي هنايا 200 مللتر، 200 مللتر ديال القشدة الطرية اللي باردة من طبيعة الحال. وعندي هنا جوج ياغورت ديال الفاني، جوج ياغورت ديال الفاني. وعندي هنا السكر سنيدة، عندي 100 غرام. بالنسبة للجيلاتين، عندي جيلاتين بودر كيف ما كتشوفوا، عندي 16 غرام بالنسبة للجيلاتين بودر. اما بالنسبه للجيلاتين الورقه اللي تناخذوا، ديروا 4 جيلاتين. هذه حاجه كنأكد عليها. عندي واحد الفاني، وعندي هنايا فرومبواز كيف ما كتشوفوا. هاد الفرومبواز غادي نحتاجو نديرو ان شاء الله في الحشوه ديال الكريمه ديالنا، وغنديرو كذلك حتى في التزيين ان شاء الله. المهم اهم حاجه واول حاجه غنديروها هي غادي ناخذو الكريمه ديالنا. غناخذ الكريمه وغادي نطلعها مزيان. كما قلت لكم الكريمه راه بارده، غادي نطلع هاد الكريمه مزيان. كما كتشوفوا بالنسبه للكريمه ها هي طلعتها صافي. دابا غادي ناخذها وغادي نديرها في الثلاجه حتى تبرد ان شاء الله، عاد نرجع نكملو. بالنسبه للجيلاتين غندير فيه واحد جوج المعالق ديال الماء وغادي نفزقهم. كما كتشوفوا من بعد درت الكريمه درتها كتبرد من بعد ما طلعناها. دابا غادي نخدموا الشيء الاخر اللي بقى لينا. غندير السكر وغندير الفاني، غندير الجبن ديالنا، ياغورت ديال الفاني، كما كتشوفو صافي. غادي نضربهم شوية حتى يولي لنا هاد الخليط كريمي. كتشوفوا من بعد ما طربتو شويه ها نتوما كيولي كريمي هذاك الخليط. خديت هذيك الجيلاتين ودوبتها في بحال جوج معالق ديال الماء. الا كانت عندكم غير وريقات غادي تفزقوهم، وضروري حتى هما ما تسخنوهم شويه في الكوزوطه. بحال جوج معالق كي قلت لكم ديال الماء صافي. وغادي نخلطهم بهذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب الكريمه ديالي من الثلاجه وغادي نبداو نضيفوها على هذا الخليط. يعني غادي نبداو نضيفوها بالجزء بالجزء، يعني ما غاديش نديروها في خطره، غادي نديروها بشويه بشويه. على هذا الشكل هذا
مزج لينا الخليط مزيان. غادي نديرها هنايا بعدا كي المره الاولى، وفي المره الثانيه غادي نرشوها على الكريم الاولى. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطتو هنا، دابا غادي نعاود نرجعوه على الكريمه الاولى صافي، وغادي نخلط كلشي. كتجي زوينه هاد الكريمه هادي، كتجي رائعه. خصوصا الا درتو شي جبن، يعني الجبن يكون زوين وعندو جوده مزيانه، تيجي حتى المذاق ديالو رائع. كما كتشوفوا انا خلطت الخليط اللي عندي، انا خد الفرومبواز كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الفواكه الا جبتوها ديروها في الكونجيلاتور، لحقاش ضغط كتخسر. المهم انا غادي نديرها كقطع صغيره، عندكم الفريز حتى هو ممكن ديروه، انا عاد جبتو من الكونجيلاتور طراك داك داب ليا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما درت الفرومبواز، لا ما عندكمش فرومبواز كما قلت لكم ديروا الفريز اللي بغيتو صافي. وغادي نخلط هذا الشيء، غادي نخلطو مزيان. باش نقادو ان شاء الله الكيك ديالنا، كما قلت لكم ما عندكمش خبز ديروا الفريز. كيف ما كتشوفوا من بعد ما قادينا الكريمه، انا خديت هاد المول هذا معين بحال هذا الشكل. وبالنسبه للجينواز ها هي قطعتها، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رقيقه وخفيفه. راني دايراها معكم في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. درتها في الكيك الرولي، غادي نقادها هنا. بالنسبه للسيرو راني قاديته ودرت ليه النكهه ديال الفاني، وغادي نسقي به هاد الجينواز هادي. غير هو ما غاديش نسقيوها بزاف، كما شفتوا من بعد ما سقيت الجينواز ديالي، دابا غادي ندير نصف كميه ديال الكريمه. صافي غادي نسرحها هنا مزيان. بالنسبه للطبقه ديال البسكوي اللي غنديروا التاليه، ماشي مشكل واخا ما تبقاش لكم يعني مقاده. غادي نسرحها على هذا الشكل هذا. والله نعمر غير هاد الفراغات، ورا غادي تقاد غير بوحديتها من غادي نزيدو الكريمة في الطبقة التانية. كيفاش شفتو انا زدت الطبقة التانية ديال البسكوي ديال الجينواز عفوا، وغادي نعاود نسقيها شوية. ماشي مشكل لما جاتكمش قادة بحال اللولة، تقدروا تكملوا غير بالجوانب اللي تيبقى. صافي على هذا الشكل هذا، وغادي نعاود نزيد الكريمه اللي بقات ليا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما فينيت الحلوه ديالي، هانتوما كتجي مقاده
المهم انا غندير لها السلوفان دابا وغنديرها في الكونجيلاتور، خاصها تبات ليله كامله حتى تشد في راسها مزيان. المهم حتى الغد لي ان شاء الله باش نشوفوا الشكل. غادي نحضر معكم دابا الكلاصاج اللي غادي نديروا الحلوه ديالنا. اول حاجه غادي نحتاجوها ان شاء الله هي الكريمه، كريم فريش اللي غنحتاج 100 غرام كما كتشوفوا، وغادي نحتاج كذلك 100 غرام ديال الماء العادي. بالنسبه للسكر غادي نحتاج 20 غرام. عندي هنا الجيلاتين بودر غادي نحتاج 16 غرام، وبالنسبه للشوكولات ابيض غادي نحتاج 50 غرام. وغادي ندير ان شاء الله الملون الاحمر لهاد الحلوه، وكيبقى لكم الاختيار حتى ديروا اللون اللي بغيتوا. المهم دابا غادي ناخذ واحد الكاسرون كما كتشوفوا، غندير اول حاجه غنديروا الماء والسكر، غندير السكر هو الاول والماء كذلك، غنديروا هاد كميه الماء العادي كما كتشوفوا. غادي نحركهم مزيان، غادي نحركهم مزيان وغادي نديرهم ان شاء الله فوق البوطه باش يغلاو. بالنسبه للجيلاتين بودر كيف ما كتشوفوا غادي نحتاج ندير له الماء تقريبا جوج المعالق كبار، على حساب يتخلطوا ليا شويه كيف ما كتشوفوا، وغادي نخلطهم. كما كتعرفوا الجيلاتين بودر دغيا كيشرب، ونديروا جوج معالق كبار. غادي نعاود نضيف ليه واحد شويه، هي جوج معالق كبار صافي، وغادي نخليه على جنب. وغادي ناخذ الكاسرونه ديالي ونديرها فوق البوطه. من بعد ما حطيت الكاسرونه فوق البوطه كما كتشوفوا، حركت داك السكر والماء، غادي نخلي داك الماء حتى يغلى. من بعد ما غلى ليا الماء خديت الكريمه وضفت عليها الملون حتى تحصلوا على اللون اللي بغيتو نتوما صافي. وغادي نضيفوا على هذاك الماء والسكر، كما كتلاحظوا راه غلى الماء. غادي ننزل هذيك الكريمه اللي عندي كامله على هذا الشكل هذا، صافي. وغادي نخلط مزيان، وغادي نخلي هذيك الكريمه حتى هي حتى تغلى، عاد نضيفوا على المكونات اللي بقاو لينا. من بعد ما ضفت الشكلاط وضفت الجيلاتين طفيت عليهم البوطه كما كتشوفوا، غادي نبقى نحرك فيهم حتى يدفاو. من بعد ما خرجت الحلوه ديالي كما كتشوفوا شاده في راسها مزيان، كتقدروا تحكموا فيها، خليتها ليله كامله حتى شدات في راسها. دابا درت جوج كيسان كما كتشوفوا في البلاطو باش غنقدر نتحكم فيها ملي ندير لها الكلاصاج. الكلاصاج تنخليه غير دافي، ما نخلوش حتى يبرد، نخلوه دافي شويه باش نخدمو به صافي. دابا كنوزع هاد الكلاصاج كامل من الفوق، غادي يهبط ليا كذلك على الجوانب، وداك الكلاصاج اللي غيبقى لينا يعني ما غاديش نرميوه، غادي نحتفظوا به في الكونجيلاتور الوقت اللي بغيتوا تخدموا به كتخدموا به، غير تسخنوا وتخدموا به. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا. كيبقى لكم الاختيار تزينوها كما ما بغيتوا نتوما، انا درت لها التزيين هذا اللي بسيط. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتكون الحلوه ديال اليوم تكون عجبتكم. كان الناس اللي عاد دخلوا القناه ديالي كنتمنى تابوناو فيها، ديروا جيم، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي ان شاء الله. وبسلام عليكم الى فيديو جاي.